وفرير محتارين نستخدم الجوكر ولا ما نستخدموش. هنستخدم الجوكر. دوس على البازر. سؤال بعشرين نقطة. بص يا جورج، انت اللي دوست على البازر. خلي بالك العشرين دول لو طاروا من هنا راحوا هنا هتبقى مشكلة. عندكم عشرين ثانية ومش عايزكم تستعجلوا. علوم، والسؤال هو ما هو الاسم العلمي للحمض المعروف باسم ملح الليمون؟ ما هو الاسم العلمي للحمض المعروف باسم ملح الليمون؟ جورج إجابتك. سيتريك أسيد. إجابة صحيحة. حمض السيتريك هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا جورج. وكده النتيجة 50 فرير، إسماعيل حبروك 20.